السلام عليكم ورحمة الله. الإنسان ألزم ما عليه سمعته، خاصة إذا كان بيشتغل في التجارة. الشيء اللي ما يعرفه أكثر الناس إن راس مال التاجر سمعته وليس الكاش اللي في يده فقط. هذه قصة قديمة لواحد بدأ في التجارة على قده، خذ له غريضات وداها لديرة ما يعرف فيها أحد. قال أبا غامر، وميزة التجار عن غيرهم حب المغامرة. خذ أغراضه وراح للدير اللي بيها، وفعلا باع الأشياء اللي معه وجامع شوية قريشات. المبلغ اللي تجمع معه أكثر من المبلغ اللي كان يتوقعه، وهذا خلاه يغير خطته. خاف لحد يسرقه ولا حد ينهبه ولا قاطع طريق ولا من الحسي. قال بحط قريشاتي عند واحد من تجار هالديرة، لكنه ما يعرف منهم أحد. تلفت يمين ويسار ولقى لها كالأجودي في دكانه ونصه. أعجبه منظره ومظهره، قال يا طويل العمر معي هالقريشات وبخليها عندك أمانة. قال سم، أخذ الدراهم وحطها عنده وراح الرجال لديرته. الرجال بعد فترة احتاج الدراهم ونص الديرة، ويوم دخلها نسى شكل وجه التاجر ونسى محله. قام يستدير يمين يسار يبي يتذكر أي شيء، نسى كلش. شاف هاك التاجر جالس مع مجموعة تجار يتبايعون ويتشارون، قال والله إن أقرب ما يكون هو. نصاه يا فلان. قال سم، قال أنا حاطن عندك أمانة. قال وش الأمانة اللي انت حطيتها عندي؟ قال مبلغ من المال قدره كذا كذا. قام الرجال وطلع من كيسه نفس المبلغ وانقده له. صار قلبه من الفرحة ما صدق، ويوم طلع من الدكان وانتصف السوق هو تذكر راعي المحل لأنه لقاه قدامه. تدري غلطان في المحل الأول، نص الثاني سلام عليكم، السلام أنا جيتك وبدراهمي. قام وعطاه الدراهم. هذا شوي وجا راجع للمحل الأول ما لقى عنده أحد بالدكان، سلام عليكم السلام، هذه دراهم كان يا ابن الحلال غلطان. خذ التاجر دراهمه وجلس هذا يتقهوى عنده ويسولف. قال ودي أسألك سؤال. قال سم، قال وشلون تعطيني دراهم وانت عارف اني غلطان؟ قال يا ولدي ألزم ما على التاجر سمعته، وانا وسط السوق أبيع واشتري والتجار حولي، ما عندي استعداد اني أفقد سمعتي وتهاوش أنا وياك. تهاوشت أنا وياك انحاش والتجار والعالم عني وقالوا هذا حرامي وهذا سروق وهذا، لذلك حبيت أضحي بهالمبلغ من أجل سمعتي. كثير من الناس ما يلتفتون لهالنقطة، مستعد يتهاوش وعامل المحطة وعامل البقالة وجاره وزميله وخو، أبد لو عند ريالين. من يوم يجلس في المجلس إلين يقوم ويهدر، هذولا كلوني وهذولا حرامية وهذولا نصابين وهذولا غشاشين، وهو تسنى ملك من الملائكة سبحان الله العظيم. أشطر الناس في التجارة في العالم كله معروف إنهم اليهود، ولا في أحد منهم يستثمر في سمعته مثلهم. سبحان الله العظيم، التاجر اللي ما يهتم بسمعته ما يطول في السوق. السلام عليكم.